رح نبدأ زي ما بقولها فقراتنا الصباحية لليوم على محطة فيها نشاط مجتمعي لنقدر نسلط الضوء على جمعية دعم مرضى التسلب الويحي وهو قيد الإشهار بهدف التعريف بهذا المرض، حيث تم تنظيم تجمع الأمل وهو الأول من نوعه في سوريا، كان السبت الماضي في ساحة الأمويين. للحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع بصرنا نرحب الدكتورة هالة شاهين، مؤسس في جمعية دعم مرضى التسلب الويحي. يسعد صباحك دكتوره وصباح الصحه والنشاط، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، شكرا لكم. يسعد صباحك عن جديد. يعني خلينا نحكي ونبدا بتجمع الامل اللي كان بساحه الامويين يوم السبت، نحكي عنه بالتفصيل ونعطي عنه هيك لمحه. تمام. تجمع الامل هو الحقيقه اول تجمع من نوعه يكون لمرض لتسليط الضوء على مرض التسلب الويحي. نحن كاعضاء جمعيه كنا مقررين نعمله بالشهر الخامس لانه بيصادف بالشهر الخامس اليوم العالمي للتسلب الويحي، لكن بسبب ظروف الكورونا ما كنا قدرانين نعمل اي تجمعات. هلا لما صارت الفرصه سانحه فاخذنا الموافقات اللازمه واخترنا ساحة الأمويين لأنه هي قلب دمشق وهي الأنظار كلها بتتسلط عليها، وعملنا التجمع فيها. التجمع هو فيكي تعتبريه أو نحن الهدف منه الحقيقة هو صرخة من مرضى التسلب الويحي لكل حدا شاف هذا التجمع، أنه انتبهوا لنا يا ناس، نحن بحاجة لدعمكم، نحن بحاجة لمساعدتكم، نحن بحاجة لكل الإمكانات اللي ممكن تقدموا لها، لأنه معاناة مرضى التسلب الويحي معاناة كتير كبيرة على كل الأصعدة. من هون اجت فكرة التجمع وهيك صار، والحمد لله كان تجمع يعني بفضل رب العالمين كان تجمع ناجح، لاقى إقبال كتير كبير من المرضى، من مرافقي المرضى، من وسائل الإعلام، من كل الجهات الرسمية اللي قصدناها. الحقيقة الكل كان مشجع والكل كان معنا. هي خطوة أولى هلأ وإن شاء الله لقدام مكملين أكثر. أكيد إن شاء الله بالتوفيق. ونحن ضروري نعرف الأشخاص على شو هو مرض التسلب الويحي اللي عم يعاني منه كثير وهو لا يقل شيوعاً عن باقي الأمراض. تمام. لفت نظري الشعار الموجود على كتف حضرتك يلي هو الشريط البرتقالي. الشريط البرتقالي. نعم. يمكن سألتك عنه تحت الهواء، ويمكن هو بيشبه الشريط الوردي اللي التعريف به أيضاً والتوعية لسرطان الثدي، ولكن أنت اخترتوا الشريط البرتقالي. هو عالميا اللون البرتقالي، شريط برتقالي هو المميز لمرض التسلب الويحي. تمام. احكي لنا اكثر كيف كان التفاعل بالتجمع يوم السبت، وهل لقيتي يعني مبدئيا نجاح بتعريف، وهل كان في كوادر ايضا لتعرف الاشخاص شو هو التسلب الويحي؟ الحقيقه التجمع كان ناجح جدا. وسائل الاعلام، في وسائل نحن دعيناها، في وسائل فاجأنا انه اجت هي لحالهم غطوا. هذا أنا بعتبره نجاح لنا، أنه عبر وسائل الإعلام حتى خارج سوريا في ناس غطت التجمع وأظهرت تواجدنا. هذا كتير مهم بالنسبة لنا، لأنه برجع بقلك المعاناة كتير كبيرة، المعاناة بتأمين الدواء عم تكون كتير كبيرة. صحيح. بالنسبة لمرضى التسلب الويحي. صحيح. لذلك عملية تسليط الضوء هي كتير مهمة، ونحن هذا اللي بلشنا فيه من بداية الجمعية. يعني نحن قبل ما نحكي بالدعم، نحن تسليط الضوء، التعريف بالمرض. لغاية الآن صار لنا حوالي سنة ونص نحن عم نشتغل على الأرض عبر محاضرات توعية وعبر إعلانات وعبر صفحتنا على الفيسبوك، ولغاية الآن شريحة واسعة من المجتمع بتشوفنا بيسألونا دغري شو يعني تسلب الويحي، نحن ما لنا سمعانين فيه. صحيح. إذن التجمع كتير هام للتعريف بالمرض، على الأقل إذا أنا حركت عند الناس إشارة استفهام إنه شو يعني تسلب الويحي، شو أنتوا جمعية، شو يعني المرض. هذا لحاله أنا بعتبره نجاح، إنه يبلشوا العالم يعرفوا شو هو التسلب الويحي. نعم. طب خلينا نحكي لك عن جمعية التسلب الويحي، شو فعالياتها، نشاطاتها، مين الفئات المستهدفة فيها أو المستفيدة منها؟ تمام. جمعية دعم مرضى التسلب الويحي الحقيقة انطلقت الفكرة من إحدى مريضات التسلب الويحي اللي هي عضو مؤسس معنا بجمعية، بوجه لها تحية، سيدة ميمنات الصعيدي
هي مريضة تصلب من 25 سنة. وبأحد الاجتماعات الحقيقة يعني من كتر المعاناة أطلقت صرخة، خلينا نقول إنه ليش ما في جمعية تحكي باسمنا؟ في جمعيات بتحكي بكثير من الأمراض الثانية، ليش ما حدا منتبه لنا؟ ليش ما حدا عم يساعدنا، عم يقدم الدعم؟ صادف إنه بنفس الاجتماع كانت موجودة دكتورة أمل محاسن، كمان بوجه لها تحية، فتجاوبت فورا وقالت لها بلشي بالوراق وانا معي. تجمعنا واسسنا الجمعيه. الجمعيه مثل ما واضح من اسمها هدفها تقديم الدعم بكل انواعه لمرضى التصلب اللويحي، بدايه من الدعم النفسي، لانه مريض التصلب اللويحي يحتاج الى نوعيه من الدعم كثير كبيره، لانه هو شخص حساس جدا نتيجه تعبه ونتيجه الحالات اللي بمر فيها، فهو حساس جدا يحتاج الى كم كبير من الدعم النفسي. ايضا الدعم من خلال تامين الدواء، لانه مثل ما قلنا مريض التصلب اللويحي بيحتاجوا لانواع كثيره من الادويه، بيحتاجوا لادويه كابته للمناعه، ووزاره الصحه مشكوره عم تامنها مجانا لكل مريض عم يسجل عندهم. لكن مو بس الادويه الكابته للمناعه، مريض التصلب يحتاج الى كورتيزون وريدي وهو مكلف جدا، يحتاج الى فيتامينات، يحتاج الى ادويه للاعصاب، اذا عنده مصروف دوائي كثير كبير. ايضا مريض التصلب اللويحي يحتاج الى دعم بالوسائل التشخيصيه، حتى غالبيه المرضى تحتاج الى صوره رنين مغناطيسي كل 3 أشهر او كل 6 أشهر، وايضا بتعرفوا انتم صوره الرنين المغناطيسي بهذا الزمان اصبحت مكلفه جدا. اذا الدعم بكل النواحي هن بيحتاجوا الدعم، من خلال تامين كوادر تمريضيه تجهيزها، لانه ايضا مريض التصلب اللويحي يحتاج الى معامله من نوعيه خاصه، بده ممرض يعرف كيف يتعامل معه. أكيد. تمام، هي أهدافنا الأساسية. وهدفنا الرئيسي البعيد يلي نحن عم نشتغل عليه، طبعا لسه بده كتير شغل بس إن شاء الله بدنا نوصل له، اللي هو إنشاء مركز خاص بمرضى التصلب اللويحي يقدروا يدخلوا عليه، ياخذوا الدواء، يعملوا رياضة، يعملوا علاج فيزيائي، يعملوا ياخذوا تغذية، لأنه أيضا الدراسات كتير أثبتت إنه الغذاء كتير أساسي بتباعد الهجمات عند مرضى التصلب. إن شاء الله بنقدر نوصل لهدفنا الكبير بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. دكتورة، يعني بلشت الحملة أو خلينا نقول التجمع بصرخة من أحد المريضات، يمكن دائما ما حدا بيحس بالوجع مثل ما بيقولوا إلا اللي عايشه، إلا اللي عايشه، ولكن نحن بدينا صح بهذا الموضوع يمكن، ورح يتم نقل الصورة صح من مريضة يعني أكيد. تمام. قديش تفضلي إذا حابة. أثناء التجمع حتى يعني نشوفوا كيف انه الدعم كثير اساسي. احدى المريضات اللي كانت موجوده يوم التجمع قالت انا كنت استحي بمرضي، انا بوجودكم ما عدت استحي بمرضي، انا صرت اقول انا مريضه تصلب لويحي وبدي قاومه. انا هي الكلمه بحد ذاتها هي لحالها بعتبرها بدايه نجاح للجمعيه ان شاء الله. ومكملين يعني، تعداد المرضى كثير كبير وللاسف ما كان في اي تسليط ضوء عليهم بالبدايه ولا في اي احصاءات. خطتنا اكيد بالفتره الجايه عمل احصاءات، مو بس بدمشق، ايضا رح نتوجه للمحافظات، لانه الاحصاءات وجمع الداتا كثير اساسي ليعرف الانسان شلون يشتغل. وحفل اشهارنا قريب جدا، وانا من هلا بوجه لكم دعوه اكيد تكونوا يعني خلال ايام ان شاء الله تكونوا معنا. وبعد حفل الاشهار بقى يبدا العمل على الارض بشكل كثير كبير ان شاء الله. ادعوا لنا. نعم، ان شاء الله بالتوفيق يا رب. اكيد من هون بناكد على دور التوعوي لجمعيه التصلب اللويحي، يمكن بث القوه والتقبل تمام. بالمجتمع تمام. وخاصه تمام. مثل ما قلنا هو مرض يمكن قد ما هو نادر قد ما هو شائع في المجتمع، وخاصه بهي هو الحقيقه ما له نادر، هو شائع لكن مو مسلط الضوء عليه، غير معروف. ومريض التصلب اللويحي ظاهريا هو انسان بتحسيه ما بيعاني من شيء تماما، بينما هو بيكون باشد حالات المعاناه. لذلك بيتعرض مريض التصلب اللويحي كثير احيانا للناس اللي ما بتجهل التصلب اللويحي، بيتعرضوا لحالات من التنمر، انه شبك يعني ما فيك شيء ليك، بينما هو عم يعاني كثير معاناه قويه. لذلك عمليه التوعيه كثير هامه، عمليه التوعيه للمجتمع انه يا جماعه هدول فئه من الناس عندهم معاناه، لا تشوفوهم ظاهريا هن سليمين 100% لكن هن عندهم معاناه قويه. صحيح. والحاله النفسيه كثير بتلعب دور عندهم طبعا. غالبيه الحالات يلي شفناها المرضى يلي عم يراجعونا بلش المرض معهم بعد شده نفسيه. اذا الدعم النفسي نقويهم نفسيا، ندعمهم، نقول لهم نحن جنبكم، هذا لحاله
هو جزء كبير من العلاج بالنسبة لهم. حلو كتير. يمكن حكيتي دكتورة كلمة كتير مهمة إنه الدعم النفسي تمام. هو يمكن بيقولوا نصف العلاج عندكم. فيكي تقولي ثلاث أرباع العلاج. ثلاث أرباع العلاج هي منك أكيد تمام. رسالة. خلينا قبل ما نختم مع حضرتك حابين نحن توجهي رسالة من شاشة الإخبارية السورية اللي دائما نحن بنسعى إنه نحن نسلط الضوء على هيك مواضيع وهيك أمور. تفضلي. بداية شكرا لكم للاستضافة لأنه أنا دائما بقول إيد لحالة ما بتسفق. نحن لحالنا ما لح نقدر ننشر هالتوعية وهالثقافة المجتمعية بالتعريف بالمرض. أنتوا شركاء معنا، الإعلام شركاء معنا، فأنا بتشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على موضوع التصلب اللويحي. رسالة بدي وجهها لوزارة الصحة، لشركات الأدوية بتقديم الدعم لمرضى التصلب اللويحي. نحن بحاجة لتكاتف جهود بموضوع الدواء. رسالة بوجهها أيضا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ببحث فكرة خلق فرص عمل خاصة بمرضى التصلب اللويحي. مريض التصلب اللويحي غالبا هو من الفئة الشبابية، يعني هو بيسموه مرض الورود. الشريحة الأكثر عرضة للإصابة هي بعمر من 20 ل 40 سنة، وحتى عم نشوف أعمار أصغر. من حوالي أسبوعين طفلة عمرها 9 سنوات صار لها سنتين مشخص معها تصلب لويحي. إذن المرضى هن من الفئة الشبابية المنتجة في المجتمع. مريض التصلب اللويحي نتيجة وضعه الصحي ما بيقدر يشتغل شغل مرهق بدوام كامل، إنما هو قادر يعطي. لذلك أنا بوجه نداء لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخلق فرص عمل تتناسب مع الوضع الصحي لمرضى التصلب اللويحي لحتى يكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين بالمجتمع، وهذا الشيء بيعطيهم دعم نفسي. زائد أنه الكلمة الأخيرة بتمنى أنه الدعم النفسي، الدعم المجتمعي كونوا معنا، وإن شاء الله بنقدر نترك بصمة كتير حلوة عن مرضى التصلب اللويحي وبكل المجتمع. نحن بنضم صوتنا لصوتك أكيد، ومنا ندعي الكل فعلا يكون متكاتف، وخاصة بالحالة الصحية اللي هلأ كمان مع الظرف الاستثنائي اللي عم نعيشه بكورونا، يعني ضعف المناعة هو مشكلة حقيقية أساسي لك. فأكيد نحن بنتمنى من الكل يديروا بالهم، يكون عندهم قدر من الوعي والمسؤولية وتقبل الآخر بكل ما يعني صحيح. يخرطوا بالمجتمع أو ينخرط بالمجتمع بشكل صحي حتى يمارس حياته الطبيعية. ونتمنى لكم التوفيق بالجمعية، وإن شاء الله هيك فعلا بتحققوا يمكن الطموح اللي عم تسعوا له بتحقيق مركز لمرضى التصلب اللويحي. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، وإن شاء الله هيك بداية إبصار نور وتكون خير على الجميع. وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. تسلمي لي. شكرا.